أهلا بكم من جديد متابعينا الأكارم. تكثر النظريات والشائعات عن تسخين محرك السيارة في الصباح، فهناك من يقول إنه أمر ضروري لأن عدم القيام به قد يضر السيارة، وهناك من يعتبره أمرا غير ضروري أبدا، إلا أن شركات السيارات أصدرت الحكم النهائي. فماذا يقول أبرز الصانعين حيال هذا الموضوع؟ هذا ما نتعرف عليه معا. أولا فورد، التي يذكر كتيب تعليماتها أن تسخين السيارة في الصباح غير مطلوب وقد يزيد من معدل استهلاك الوقود. ثانياً BMW، وتقول في كتيب تعليماتها لا تنتظر حتى تسخن السيارة وهي متوقفة، ولكن ابدأ في القيادة مباشرة ولكن بسرعة معتدلة، فتلك هي أسرع طريقة لإيصال درجة حرارة المحرك البارد إلى درجة الحرارة الطبيعية. ثالثاً تويوتا ولكزس، ويذكر في كتيب التعليمات أن تسخين المحرك ينبغي أن يكون عن طريق القيادة لا عن طريق الوقوف، ولتسخين المحرك قد السيارة برفق حتى يصل معدل حرارة ماء الرادياتر إلى المعدل الطبيعي. رابعاً جنرال موتورز بعلاماتها شيفروليه وجيمس وكاديلاك، وتقول قم بقيادة السيارة برفق حتى يسخن الزيت وحتى يقوم بتزييت جميع الأجزاء المتحركة. بالتالي يمكننا التأكيد على أن تسخين السيارة في الصباح هو من خلال القيادة برفق وليس من خلال التوقف لفترة من الوقت. لمزيد من التقارير والأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت المربع .net، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى اللقاء.